للشاب او الشابه، تيجي تقول في حالات سودة تحت عينه، ودايما الشابات اكتر، والشاب يقولها شكل مرهق مش عارف اتحرك، والناس كل ما تشوفه تقول لي تعبان، وبعدين بيبقى منظري وحش بين اصحابي والكلام ده. فبسال السؤال الاولاني، الكلام ده انت مولود بيه من فترات طويله ولا ده طغى عليك؟ لو مولود بيه من فترات طويله ليه طرق علاج؟ لو حاجه اكواير او حاجه لسه جاده جديده عليه ده ليه طرق علاج اخرى. طبعا الطريقه الوراثه في هذه الصوره بيبقى علاجها اصعب بكتير، لان بيبقى الموضوع مرتبط بجينات الجسم على الكروموزوم، جينات وكروموزومات موجوده في الجسم، ودي علاجها بيبقى صعب. انما الحاجه الاكوان دي علاجها بسهوله جدا. اول حاجه ايه الجد الجديد عليك خلى هذه الصوره تظهر؟ هل في مشاكل ستريس عليك؟ هل في تعود مفيش تغذيه، مفيش نوم، مفيش منبهات؟ الكلام ده كله لازم يتمنع، ولازم الشاب او شاب يعرف حاجه واحده فقط، ان الموضوع ده مش سحر، مش هيقفل دلوقتي ان هذه الصوره تروح مختفيه بكره او بعده، الموضوع بياخد شهر او شهرين في العلاج. بيبتدي نشوف تحاليل العيان ده، هل عنده نقص حديد؟ نقص فيتامينز؟ نقص كبار دم حمراء؟ كل الكلام ده يؤدي الى ظهور حالات سوداء تحت العين. وعلاج العلاج السوداء هي بعلاج السبب اللي ادى هذه العلاج ايه؟ السوداء. دايما المشكله بتظهر بعد كده، من عليه الكلام ده كله بيفضل لسه بواقي تاثيرات تحت هذه العين. هذه بتتعالج بحاجه من الاثنين، يا اما مراهم يا اما ليزر، كريمات يا اما ليزر. بس لازم نحذر بحاجه مهمه، مش كل مرهم بيجيب نتيجه مع شاب يجيب نتيجه مع نفس الشاب. الناس فاكرها تقول لي واحد صاحبي او يعني واحد صاحبي ابتدى المرهم ده يا دكتور وجاب معايا نتيجه كويسه جدا، طب ما في مرهم تاني في السوق نزل مش عارف ايه، وكميه السوق الماركت اللي موجود فيها هذه المراهم وبقت سوق واسعه جدا وموجوده في كل موجوده في السوبر ماركت حتى. في ناس عماله تشيل المرهم ده عشان يشيل الهالات السوداء ومش عارف المرهم ده يشيل الهالات السوداء. لازم نعرف ان الجلد بتاع البني ادم مختلف من بني ادم الاخر، والمرهم اللي نمشي مع زميلك مع انك عندك نفس الهالات السوداء ما يمشيش معاك انت. فكل واحد وليه المرهم المخصوص بتاعه او طريقه الاستخدام بتاعته او نوع المرهم بتاعه، وهذا بيختلف من بني ادم لبني ادم، ولازم يتبع طبيب مختص الكلام ده كله. ما ينفعش واحد لوحده يقول انا شفت المرهم ده بيه نتيجه هي بتمشي معايا نتيجه، وساعات بتبقى كومباينيشن. طيب ده المرحله الاولانيه المراهم، لو فاضل بعد التاثيرات بنعملها بالايه؟ بالليزر. ده الجزء الاكواير اللي احنا بنسميه سبب ظروف بيئيه، سبب ظروف ستريس، سبب نقص فيتامينز، سبب ارهاق. بس اول مبدا في العلاج ازاله السبب. اذا السبب استمر ولا مراهم الدنيا ولا الليزر هيعمل ايه الحل. نيجي في الجزء الوراثي. الجزء الوراثي الهالات السوداء بيبقى ليها شكلين. الشكل الاولاني هي فعلا بقع صمغه تحت العين او دخول العين لجوه، فده بيبين ضيق، بيبين المنطقه اللي تحت شكلها صمغه. فلازم الطبيب المختص يحدد هل هو فعلا بقع صمغه تحت العين دي محتاج علاج، ولا هي مجرد دخول العين او دخولها لجوه شويه فمدي ضيق للدنيا ايه؟ لمعه شويه. طب دي علاجها ايه؟ دي بيبقى البدايه الاولانيه بمراهم وليزر. بس لازم نحط ان النتيجه ما تبقاش ساتسفاكتوري 100%، لان الجزء بيبقى وراثي، فمش هقدر العب في جينات وكروموزومات ادي لهذا السبب، زي بالظبط بصمه الجلد انا ما اقدرش ايه اغيرها. بس بنعمل لها فيكينج، بنحاول نقللها شويه، البنت بالميك اب تحاول تلعب فيها شويه بالكلام ده كله. انما اختفاء 100% صعب جدا. وعشان كده لما يجي لي شاب يقول لي ده مولود بيها بقول له يا ابني انت مش هقدر اعالجك 100%، انما نحاول نحسن الوضع كام في الميه بتعتمد من بني ادم لبني ادم. لازم ليها نسبه ثابته، ممكن يبقى 20%، ممكن يبقى 30%، ممكن يبقى 40%، ممكن يبقى 50%، بس بتختلف من شاب لايه؟ الى اخر، او من شابه الى اخرى حسب حجم الوراثه اللي هو فيها. ده بالنسبه لاول مشكله بتقابل الشباب في هذه المنطقه، الهالات الايه؟